طبعا خلي بالك من زيزي السنه دي نقدر نقول كسر كل قواعد رام رمضان. ايه رايك في الكلام ده؟ مش عارف يعني الحمد لله انا مبسوط جدا بالنجاح المشروع وبشكر الناس اللي اتفرجت وشافت انه ده مشروع يستحق المشاهده والمتابعه والدعم. بس انا بقول لك كسر القواعد لان الناس تعودت من سنين ان خلاص بقى الاكشن بقى الجرائم بقى انما دراما اجتماعيه بالشكل ده وبتناقش مرض كمان الاي دي اتش دي فحاجه مختلفه فشايفها مخاطره من الاول. بالتاكيد واحنا بنعمل خلي بالك من زيزي كنا مدركين ان فيها مخاطره بس ان احنا نعمل مخاطره انا دايما بشوف ان دي حاجه ظريفه يعني ما فيش انا بستمتع ان احنا دايما نشتغل في مساحات بره المنطقه الامنه وده كان المشروع بره المنطقه الامنه بالنسبه لي وبره الحاجات الشبه اللي انا عملتها قبل كده وكنت حريص ان فريق العمل كله يبقى كده وكنت محظوظ بفريق عمل كله كان واخد الموضوع جد جدا وبالتزام شديد بس احنا دايما واحنا بنعمل مشروع بنبقى مركزين المشروع يطلع كويس ومضبط اهم من اي حاجه النتيجه عمرك ما بتضمنها فالحمد لله بقى على النتيجه وشكرا للناس اللي هم سبب النتيجه دي. طبعا ما حدش كان يعني اظن ان ما حدش شك ان امينه خليل عندها فعلا دي اتش دي بس هي امينه ما عندهاش اي دي اتش دي بس امينه يعني مش محتاجه اقول ان انا قد ايه بحب جدا اشتغل مع امينه وبحب جدا يعني بشوفها موهوبه جدا وذكيه جدا في اختياراتها ومتقنه جدا وبتركز جدا في في في, في اختيار الادوار وفي تفاصيل الدور فيعني ده ما كانش اول تعاون بينا ومش هيبقى اخر تعاون وان شاء الله نفضل نجرب مع بعض وناخد مغامرات كبيره مع بعض. كم اسره او كم حد كلمكم قال لكم انا استفدت جدا وابتديت اخد بالي من ولادي وابتديت ان انا ادور على مراكز امنه والشغل ده؟ لا يعني الحمد لله جالنا ردود افعال كتيره لناس بدات تبقى مركزه مع فكره علاقاتها باولادها بشكل مختلف او حتى علاقتهم بنفسهم هم وهم نفسيا عاملين ازاي واعتقد ده كان من اعظم الحاجات اللي حصلت بالنسبه لنا احنا واللي انا مش متعود عليها. انت متعود يتقال لك تقنيا يتقال لك يعني مجاملات او اعجاب بالشغل تقنيا لكن انه الناس يمس الناس بالشكل ده كان حقيقه حاجه كنا مبسوطين بيها.